نزهو بماضينا ونهضة. نواصل حديثنا مع ضيفنا الكريم الأستاذ راشد بن عبد الوهاب العميري، وتحدثنا أبو نواف قبل شوية عن أشياء كثيرة، وصلنا عند أن معيوف مجلي الله يرحمه انفصل عن حمد بن حسين وكون له فرقة بروحه. اي نعم، انفصل معيوف أوائل الستينات نعم عن 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 حمد، وبدايته كان ما في شيء اسمه بحر، كان بدايته بدأ بالصوت، وكان عنده مطرب سالم فهاد نعم ويطقطقون أصوات، لكن هو ما يشيل هذا لأن بروحه وبدمه فن البحر. نعم. وبدوا يجون ناس من هالبحر عشلون، وبدوا بعض الأشخاص عشلون بعد اللي كانوا ممتنعين عن الفرق بدوا قام يجون حق معيوف، فهني نعم. لابد أن يبتدي في البحر. فعند عيسى بن جاسم له حب حق فن البحر، بس ما كان ينهم في بالبحر، ما دش بحر ما نهم لا يدش البحر، يدش البحر بس ما نهم بالبحر. بس ما نهم بالبحر. بس هني ابو نواف قبل لا تكمل، العفو على المقاطعه، بس اكثر نهامه والمطربين البحريين واللي يغنون فنون بحريه توقفوا عن البحر في اواخر الاربعينيات تقريبا. اي نعم. اي نعم. او اوائل الخمسينيات. اي نعم. وحسوا بفراغ انه ما عندهم يعني شيء، وهذا فن هم تعلموه ما يبون يوقفونه. اي نعم. فبداوا يكونون الفرق، مو كذي؟ لما وقف البحر تقريبا بال 46 نعم وقف في البحر، فعندهم فراغ ويبون عيشه، مو يعني هذه عيشتهم البحر، مو ما في ابي ولا ما ابي. نعم. فكان يومها الشركه طالعه، شركه النفط. نعم. فاتجهوا كل ابوهم ارشلون على شركات النفط، فهناك كان ما يحضرون له من خميس لخميس. صح. ويعيشون بالكمات اللي الخيام الموجوده حق الشركه، فيولهون على الشيء هذا، لكن اي خميس وجمعه ما يمدي يقعد حق حياته، شغل فيه عشان والشركه تبي منهم شغل. فهذه شويه شكل ما تقول فاصل وقفة بالنسبة لهم، لكن بس لما طلعوا من الشركة وقاموا بعضهم توظفوا بالأشغال، طلعت وزارة الأشغال والبلدية، كثير البلدية تحوي من الكويتين وايد. صح. صار هني موضع الفراق هني، فاتجهوا حق حمد بن حسين، كان كل ابوهم واتجهوا حق الانس، اللي هي اول فرقه هي حق فرقه بعد ثاني فرقه بعد اللنقاوي. فكان تشوف يعني شيء رهيب، حضور كبير وتشوف شيء رهيب يعني في تواجدهم وبانسهم، يعني تحس انه في شيء يعني ملموس. نعم. الشيء هذا، لكن بعد الفترة وبعد ما معيوف بستينات طلع، وهذا كان زين وشين، زين انه عطى الجو ناس تمسك الشيء هذا. نعم. وعطاهم فترة، لان انا قلت لك بالبداية ان هم ما يتقبلون احد يدخل عليهم. نعم. فهني لما طلع معيوف بستينات من حمد بن حسين ووضع له فرقة وقام بداياته إن بالأصوات، ولما جاب عيسى بن جاسم بدأ يعلمه على النهمة، وقام ينهم شوي 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 شوي، صار في شيء اسمه فن بحر، صار يتقبل أنا وربعي إني إن إحنا نتقدم حق الشيء هذا. الناس اللي ما عاشوا هالشيء، اللي ما عاشوا هذا يتقبلونهم شوي شوي. فهو أعتبر أنا مدرسة حقنا حنا، انه هو اللي فتح المجال ان احنا نقرب وحببنا للشيء هذا. فهذا هو اللي خلى الجيل هذا يحافظ. نعم. على الشيء هذا ارسلون. نعم. وخلانا حنا نكسب وحببنا للشيء هذا بهالطريقه، هذه خلانا نتابع الفن البحري. طيب آسف بن نواف ما يخالف، احنا قاعد نسولف. تفضل. الله يسلمك. اذا نقدر نقول معيوف مجلي هو اول من درب الاخرين على الفن
البحري الشعبي. اي نعم. عدل ولا لا؟ هو اللي فتح المجال. وفتح المجال الثاني. فتح المجال حق الصف الثاني. الصف الثاني. انه يدخل يمارس الشيء هذا. نعم. وهو اللي شوية حبب جيلي أنا وربعي أن ندخل بالفن هذا. شلون كنتوا تدربون وياه؟ والله تعرف ترى على فكرة وايد وايد نعمة من أهل البحر أن يحفظون وهم ما يقرون ولا يكتبون. نعم. يعني لا حمد بن حسين يقرأ ويكتب، لا محمد العميري يقرأ ويكتب، ولا معيوف يقرأ ويكتب. أرسلون فتصور شلون يحفظون هالتنازيل. نعم. أرسلون يحفظونها. نعم. عن 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 قلبهم. نعم. وهم لا يقرون ولا يكتبون. وقد تقول أنت إنهم هذا قصب عليهم من واجب عملهم أو شغلة هذه، لا، حتى بالفتره وهم وقفوا عن البحر، يعني اسمع معيوف الشريط مال البحر يحفظه سبحان الله على طول. نعم. يحفظه. نعم. عنده القدره انه يحفظ بسرعة. عنده يحفظ. نعم. وقلت ايضا عيسى بن جاسم من هالنوعيه من وهذا يحفظ زهريات، يحفظ، وصار نهام. وهذا لما صار نهام وفي المقدره حق معيوف، يعني حط رواسخ المبنى عشان يمشي. نعم. القطارة. نعم. فبدأ معيوف هني يتواجدون العالم، بدأ قام يحبب الفن البحر حق الآخرين، بدأت العالم تيي أرشون. نعم. بدأ وصار خلق روح تنافس. وين كان مكانه معيوف؟ أول بداية كان بالبدع، مأجر بالبدع. في مكان في البدع. بعدها أرسلون فضل إنه يشتري أرض يحطها مقر حق الفرقة على إنه يشتري بيت. عجيب. إيه نعم. لما يعني الفرقة أبدأ من بيته. أبدأ من البيت. الله. يعني فلوس البيت اللي ثمنوا له بيته بالنقرة راح يشترى في أرض وبناها وخذها مقر حق الفرقة قبل لا يشتري بيت حق نفسه. قبل لا يشتري بيت حق نفسه، بالتالي. نعم. الحكومة أعطته بيت اللي هو بالروضة. بس فضل إنه يشتري حق مقر حق الفرقة. وين شرى أبو نواف؟ بالمسيلة. بالمسيلة. وبنى فيها مكان. وبنى فيها مكان. نعم. وبدأ يزاول عمله وبدأ يرسخ بقوة شوي 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 إلى ما صار يعني خلاص انتهى، صارت فرقة بحرية مو معتمدة على رسمية. مو معتمدة وتسجلت بشؤون رسمية أرشون. يعني حتى حمد بن حسين بعد هم يومها أعطانا مبارك الحساوي رحمة الله عليه أرض يمهم هناك 4000 متر وفيها صالة وفيها كل شيء، وقعد فيها يمكن حمد سنتين أو هالشكل ويزاولون عملهم. فصار روح التنافس ينبعض مو بعيدين عن بعض أرسلان. نعم. وصار في روح التنافس، صار الفن البحر خميس وسبت. نعم. يعني ليلتين تجمعون ليلة بالأسبوع هناك ولا أكثر؟ لا، كان على ليلتين، يعني ليلة الخميس الجمعة ويوم الجمعة ليلة السبت. نعم. أرسلان ويحضرون أرسلان. نعم. بس خلى معيوف خلى الجو التنافس موجود. نعم. وحبب الآخرين حق الشيء هذا. بعدها حتى حمد بدأ يطور نفسه يخلي الجيل. نعم. اللي بعده يغرب، بدأ يدخل الناس الجديد، يدخل الجيل هذا لأنه. نعم. خلاص غصب. اي طبعا القصب يعني. نعم. إن لازم تفتح. نعم. المجال. لكن. نعم. هو بالبداية فك الفرق هو اللي جعل التنافس بين. طيب. هذه الفرق. وفرقة العميري بو نواف؟ فرقة العميري الحمد هو من أساس منفرد بروحه. نعم. أرسلون وروادهم هم تابع من ديوانيتهم، وظل الأبو يزاول عمله وخليفة من تحته. نعم. لما استلم القيادة، لما استشف وقعد. نعم. مبشر تولى القيادة خليفة أرسلون. والآن يعني الحق يقال، يعني الآن يعني خليفة تشرب من أبوه بقوة. وايد تشرب. نعم. تشرب بقوة وترى ها
وهذا امتداد حق شيء هذا خليفة. نعم. لا يقرأ ولا يقرأ ولا يكتب. نعم. أرشون لكن حافظ كل هال كل التنازيل تقول تقول لأي شيء. نعم. أرشون حافظه من حب للشيء هذا طبعًا. يعني أنا يمكن أن نكتب ونقرأ وهذا لكن هو من حب للشيء هذا أرشون. نعم. ومع صف علي البشر الله يعطيهم طولة الأمر علي بن صالح البشر. نعم. يعني بعد هذا نأخذه أرشون. نعم. مع الإخبار. نعم. أرشون ملتم مع خليفة فيكونون ثنائي مع بعض مع بعض. نعم. شكل ما احنا. نعم. مكونين ثنائي مع العم ابو محارب الابشل ويانا بنفس الديوانيه نفس الموضوع. نعم. الله يطول بعمره ان شاء الله. اذا العميري ايضا بداوا بالخمسينات يمكن اي نعم اي نعم بدايه الخمسينات اي نعم بشرق اعتقد كانوا في المطبه اي نعم اتصور اي نعم وبعد ذلك انتقلوا خارج السور اي نعم بالدعيه اي نعم بداوا بالدعيه وما زالوا ما زالوا ما زالوا ما زالوا مكانهم ويمعتهم اي نعم نعم والشيء الحلو اللي الان اللي يعني حافظ كويتنا يعني ان تحفظ هذا التراث ان يينا احنا ان في جيل اي شال التراث هذا. نعم. يعني مهتم في الموضوع مهتم. نعم. ويعني حفظناه بيني وبينك يعني الان حمد بن حسين ما عاد موجود من الجيل الاولي. نعم. ما عاد من الجيل الأولي. نعم. عياله الحين عياله محمد وخالد. نعم. الله يحفظهم يعني يسمونه قاضبين وماخذين الكتاب أبوهم كان أيامه. نعم. أبوهم صدر كتاب في بالتنازيل وحطوه وحفظوه وماسكين يسمونه ماسكين كذلك خليفة الآن قاعد يدرب عيالهم يعني. نعم. موجودين الآن يمكن لا يقارب عيالهم بس 14-15 عيالهم عيال عميري بالدعية قاعدين يدربهم خليفة وقاعدين يحفظون. نعم. أرشون وإحنا عندنا جيل معيوف لا بأس فيه حتى النهامة عندنا اثنين ينهمون يدد الشباب. نعم. نعم. عندنا أحمد النيدي اليوم ينعد من صفات النهامة الجيدين والممتازين. نعم. وخالد والطاها خالد والطاها نعم. هم أرشون ينهم وينهم على السنقيني بعد. نعم. أرشلون. نعم. اللي اليوم نادر إن الواحد ينهم على وخليفة بعد عنده ناس أرشلون عنده ناس زينين ينهمون اللي هو العماري وفيصل مال الله يعني. نعم. أعدهم من كبار نهامة بالخليج ما شاء الله. إيه. إحنا قبل لا ندش في الأسماء بنلخص بس كلامك إحنا تكلمنا عن ثلاث فرق أساسية. أول فرقة كانت اللنقاوي أول فرقة. نعم. تقريبا رسمية بدت اللنقاوي وبعد اللنقاوي بدت فرقة ابن حسين حمد. نعم. ابن حسين. نعم. تمام في الحي الشرقي ومن فرقة ابن حسين بعدين طلعت فرقة ثانية اللي هي فرقة معيوف المجلي. نعم. تمام وتكلمنا شوي عن تفاصيل فرقة معيوف أيضا في نفس الوقت كانت فرقة ثالثة تتأسس أيضا في نفس الفترة في الخمسينيات اللي هي فرقة العميري اللي بدأت في شرق وانتقلت إلى الدعية وهي ما زالت إلى اليوم في الدعية فهذه الثلاث فرق الأساسية البحرية نتكلم عن فرق الفن الشعبي البحري اللي هو كان يغنى وكان ينشد على ظهر السفينة وفي مناسبات منوعة. تمام. طيب الآن ودنا إذا ممكن أن نسمع بعض الأسماء رواد الفن الشعبي البحري من هم الناس اللي يعني تناولهم التاريخ وثبتهم التاريخ وحسب اللي انت تعرفه يعني من اسماء سواء كانوا بالفرقه اي نعم اللي هم اسسوا الفرق او ناس من برا الفرقه ايضا يمكن اقدم توفوا قبل تاسيس الفرق النهامه أرسلون يعني في نهامه قدامه اللي هو الدويش وتحيل وهذه من كبار النهامة. نعم. الكبار في كان العميري وهذا من أصل بحريني وعاش بالكويت ومات بالكويت أرسلون كان عند شو اسمه العفو العميري أرسلون. أيضا غير العميري الفرقة لا غير الفرقة هذا بحريني. نعم. بس هو عاش بالكويت أرسلون وهو اللي يعني
عطى الإمام دفعة حق أهل بهر، لأن من خيرة النهامة الموجودة.